أعربت منظمة الصحة العالمية عن أسفها لتأثير وباء كوفيد-19 على علاج السرطان، معتبرة أنه كارثي، وأشارت إلى توقف خدمات علاج السرطان في 3 دول منطقتها. بعض الدول شهدت نقصا في أدوية معالجة السرطان، وكثير منها شهد تراجعا كبيرا في تشخيص هذا المرض حتى في الدول الأكثر ثراء، فما البال بقطاع غزة المحاصر؟ في ظل الحصار وكورونا، تبدو تهاني الريف مكبلة اليدين، عاجزة عن التصرف، تعيش على المسكنات. السرطان الذي أصاب غدتها الدرقية منذ 3 سنوات دون علاج إشعاعي، وأملها يكاد يتلاشى في القضاء عليه. ألمها يصعب تصوره. انا اجراءات كورونا واغلاق معبر ايرز واللي في الضفه اثر علي، تاخرت على جرعتي سنه كامله تاخرت. اول شيء صحتي بدات تتدهور شويه شويه، بدات تتدهور، مره رجلي بيجعوني، مره ظهري، مره يعني بدات صحتي شويه شويه تتراجع لورا. ضعف في المنظومه الصحيه نتيجه حصار غزه، ومع قيود الوباء لا سفر. اغلقت السلطات الاسرائيليه المعبر الوحيد. بعدها كان المفروض اني اسافر بشهر 1 2020، كان المفروض اني اسافر في هذه السنه، بس لكن عملت الاجراءات وكل شيء عملتها وكل شيء صارت تمام، لكن وقف كل شيء. ليش؟ عشان ايش؟ اللي عندنا المعبر مسكر، الخليل بطلت تستقبل حالات للضاي، انها حالات من غزه. مناعه تهاني اقل، وانتظار طويل لاستكمال العلاج. في فلسطين، في غزة تحديدا، يعاني مرضى السرطان الأمرين. نحن نعيش في غزة بين معبرين. بالأساس الخروج للعلاج وتلقي العلاج بطريقة التحويلات الطبية عن طريق وزارة الصحة الفلسطينية، إما عن طريق معبر رفح أو عن طريق معبر بيت حنون. في ظل الأزمة الحالية، المرضى بحاجة إلى وجود فحص إثبات خلوهم من الكورونا، وإحنا بندرك تماما أنه مرضى السرطان هم مناعتهم الأقل وهم الأكثر هشاشة في مواجهة كوفيد-19. خيارات شبه معدومة أمام تهاني فيما تتدهور صحتها. تسهيل سفرها وتقديم العلاج اللازم لها هو الحل الوحيد. للإضاءة على هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف من عمان الدكتور إياد سلطان، رئيس قسم الأطفال في مركز الحسين للسرطان. أهلا بك دكتور إياد معنا. إذا مرض السرطان يعني معروف أنه معركة أيضا مع الوقت، وأن الوقت ثمين خلال الرحلة العلاجية الصعبة بالنسبة لمرضى السرطان. كيف أثرت الجائحة وطبعا سياسة الإغلاق والإجراءات المتبعة على مرضى السرطان؟ الواقع أن الجائحة فرضت نفسها علينا جميعا، يعني وبغدتنا حقيقة. ما كانت الأنظمة الصحية والأنظمة الصحية التي تعنى خاصة بعلاج السرطان بانتظار هذه الجائحة. طبعا علاج السرطان هو علاج مكلف، وعلاج يحتاج إلى تنظيم الوقت، توفير الأدوية، توفير الإمكانيات اللازمة لعلاج السرطان. الجائحة عانينا كثيرا منذ البداية حقيقة. المرضى طبعا معاناتهم كانت الوصول إلى مراكز العلاج، في الوصول الوقت إلى مراكز العلاج، أيضا بتوفر إمكانيات. هناك مستشفيات عانت بسبب نقص الأسرة. المرضى كورونا كانت لهم دائما أولوية، وربما يعني هذا شخصيا أعمل في مركز متخصص في علاج السرطان، لم تكن هذه هي، لكن يتفهم أن كثيرا من المستشفيات حقيقة اللي فيها العناية، يعني سواء المرضى العاديين ومرضى مرضى السرطان، كانت الأولوية بلا شك المرضى المصابين. الآثار حقيقة كانت كبيرة جدا، يعني يصعب شرح أوجاعي، ولكن أيضا عاملين في القطاع الصحي، عاملين في القطاع الصحي معرضين، أصيبوا الكثير منهم حقيقة لأنهم خط الدفاع الأول، وكانوا على تواصل مع المرضى، بيحضر الطوارئ، المستشفيات وغيرها. فإصابتهم مش فقط كانت خطر عليهم، على أهليهم وعلى المرضى اللي بيعالجوهم،
كانت اجازاتهم المرضيه اللي تتطلب منهم مغادره المستشفيات من اكبر التحديات اللي واجهت جميع المستشفيات وليس يعني مستشفيات نعم السرطان طبعا تحديدا. طبعا دكتور إياد، يعني هي ليست فقط، تحدثت عن تأثير الجائحة على السياسة العلاجية لمرضى السرطان، وليس فقط اكتظاظ المشافي بل أيضا عدم قدرة المشافي على استقبال مرضى السرطان لأسباب مناعية، صحيح؟ يعني مريض السرطان طلب منه أن يبقى في البيت في معظم دول العالم، إن لم نقل في كل دول العالم. دكتور إياد، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور إياد عبر سكايب. نتوقف مع رانيا دريدي وتفاصيل حول تأثير كورونا على مرضى السرطان، ريثما أيضا نستعيد الاتصال بالدكتور إياد. يحيي العالم في الرابع من فبراير من كل عام اليوم العالمي للسرطان، وهذا المرض يعد من أكثر الأمراض انتشارا في العالم بأسره. يعتبر مرض السرطان ثاني سبب رئيسي للوفاة في العالم، وقد حصد في عام 2018 أرواح نحو 9,600,000 شخص، ومن المتوقع أن تصل الحصيلة السنوية للضحايا إلى 11,500,000 بحلول عام 2025. منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ذكرت أن جائحة كورونا كان لها تأثير عميق على تشخيص وعلاج مرضى السرطان في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن سرطان الثدي أصبح أكثر أنواع المرض شيوعا. ووفق المنظمة، بلغ عدد الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان على مستوى العالم نحو 19,300,000 شخص عام 2020، مع زيادة عدد الوفيات إلى 10 ملايين وفاة. وبحسب الوكالة الأممية المعنية بالصحة، كان هناك 1,300,000 حالة سرطان ثدي جديدة عام 2020، تمثل ما يقارب من 12% من جميع حالات السرطان، كما أنه السبب الرئيسي للوفاة من السرطان بين النساء في جميع أنحاء العالم. المنظمة الدولية حذرت من ارتفاع عبء السرطان في السنوات المقبلة لأسباب متنوعة، بما في ذلك النمو السكاني، حيث من المرجح أن يرتفع عدد الحالات الجديدة في جميع أنحاء العالم في عام 2040 بنسبة 47% عن عام 2020. التقديرات الدولية تتحدث عن أن أكبر الزيادات ستكون في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث يشيع التشخيص في المراحل المتأخرة مع قلة فرص الوصول إلى التشخيص والعلاج الجيد وميسور التكلفة. وتتكبد البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل نسبة 70% تقريبا من الوفيات الناجمة عن السرطان. شكرا لرانيا على هذه المعلومات، وأعود إلى ضيفي دكتور إياد سلطان. أهلا بك من جديد دكتور إياد. إذا كنت أسألك قبل أن ينقطع الاتصال حول أن مريض السرطان طلب منه منذ العام وحتى اليوم البقاء في المنزل وعدم التوجه إلى المراكز الطبية إلا باستثناءات يعني قليلة. حتى الدول العظمى والدول التي لا يعاني قطاعها الصحي من الكثير من الترهل أيضا تواجه اليوم مآسي في التعامل والتعاطي مع مريض السرطان، فما البال ببلدان طبعا قطاعها الصحي يعني يعيش الويلات. النقطة التي أخذتها مهمة جدا، وهي خوفنا على مريض السرطان بحد ذاته، لأنه تعرض مريض السرطان للفيروس أكيد أنه ممكن يؤدي إلى مرض خطير جدا. معروف أن الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري ومثل أمراض القلب ومثل السرطان هم أكثر عرضة بإصابة بأمراض بمرض كوفيد الخطير وبوساحة للأسف من هذا المرض. ولذلك كان خوفنا وجميع من يعمل في هذا المجال أنه هل تحرك المريض وحضوره إلى المستشفى؟ هل تواجده في غرفة الطوارئ؟ هل وجوده في غرفة الانتظار العيادة؟ واحتكاك في وقت المرض؟ هل الحضور لعملية جراحية في وقت الوباء ينتشر في مكان معين؟ خوفنا على المريض أثناء التخدير والتعرض إلى العملية الجراحية، هل ممكن تأجيل هذه العملية نوعا ما حتى يتم يعني تنحسر موجة الكوفيد، أو أن وضع المريض لا يحتمل هذا الشيء؟ طب ما هو الخطر إذا أصيب المريض بالفيروس في المستشفى؟
انها تداعيات تختلف على الفريق وعلى جميع المرضى الاخرين، يعني تخيل حاله الرعب التي دبت بين المرضى حقيقه في هذه الاجواء. لا شك انها اجواء صعبه جدا كل المرضى نعيشها جميعا. نعم دكتور إياد سلطان رئيس قسم الأطفال في مركز الحسين للسرطان، إذا كنت معنا من عمان، ونعتذر على رداءة الصوت ورداءة الاتصال، شكرا جزيلا لك دكتور.